شعبية كبيرة اكتسبتها لعبة الراكت في الإسكندرية، وعلى مدار الزمن تطورت اللعبة حتى افتتح المسؤولون أول ملعب رسمي لها، وهو ملقي ترحيبا من قبل عشاق اللعبة الذين أكدوا عزمهم مواصلة العمل للحفاظ عليها وعلى استمرارها. هي اللعبة الشعبية الأولى على شواطئ الإسكندرية، إنها الراكت، تلك اللعبة التي اكتسبها أهل الإسكندرية من عساكر الاحتلال الإنجليزي قبل عشرات السنين كما تقول بعض الروايات. فعلى الشواطئ تجد أعماراً سنية مختلفة وفئات متنوعة من المصريين جمعهم حبهم للعبة التي تمارس بمضربين وكرة. كان أساس إن أنت تيجي البحر معك شمسيتك والكراسي بتاعتك والمضارب والكرة، وكنا بنيجي نقضي يومنا ونلعب ونتبسط. فأنا بلعب راكت من زمان قوي، وبعد كده اتجوزت وزوجي لعب راكت برضو. أنا والمدام وعندي ابني بيلعب برضو راكت، فبنيجي كل يوم أو معظم أيام الأسبوع العصرية على العصر كده طول الصيف، وفي الشتاء بنيجي ساعات الصبح وساعات نيجي برضو العصر بنلعب، ما بنبطلش لعب طول السنة. جوزي الأول بقى يمرني، وبعدين كمان ابني كمان بيمرني، فبدأت ألعب بصراحة، ولعبة حلوة قوي جدا وممتعة قوي قوي، ما فيهاش أي حاجة، بس هي كلها مضرب وكورة وفيها استمتاع وأنا بلعب، فبقيت ألعب فيها بصراحة ممتعة جدا بصراحة. وتعد قوانين لعبة الراكت مختلفة عن باقي الألعاب الأخرى، فليس فيها فائز أو خاسر، فقط تبقى المهارة في ضرب الكرة وتعليقها لأكبر فترة في الهواء دون سقوطها. هي لعبة منتشرة في اسكندرية، لعبة شعبية في اسكندرية، فمعظم الاسكندرانية بيلعبوها. متعتها ان انت دايما الكرة تبقى في الهواء، الكرة ما تقعش، فعشان الكرة تبقى في الهواء بيبقى لازم الاربعة اللي بيلعبوا او الاتنين يبذلوا مجهود عالي، يحافظوا على الكرة بالتريات وبالمحاولة، تجري لو الكرة بعيدة عنك تجري تلحقها كده، يعني دي متعة الراكت. طبعا هي بتحتاج مجهود عالي ولياقة عالية وسرعة في الأداء، وبرده الأكشن والرياكشن، يعني لازم لاعب الراكت يكون الرياكشن عنده عالي شوية، بحيث لما يلمح الكرة بعيد عنه بسرعة يجري يلحقها. كانت الكثافة الرملية في البلاجات الأول كانت واسعة جدا، في كل شاطئ تلاقي لعبة راكت. يعني أنا أساسا من ميامي، من سن 15، أنا عندي 65 سنة، من سن 15 سنة وأنا بلعب راكت، لأني كنت بشتغل في البحر وآخر النهار نمسك الراكت ونقعد نلعبه راكت، فحبيت الراكت من يوميها وأنا عندي 15 سنة. 50 سنة بلعب راكت، هي كانت اختفت فترة من الفترات اما بدا التوسعات تحصل في الكورنيش والكثافه الرمليه تقل شويه، وبقينا نلعب في الجناين والمنتزهات، في قصر المنتزه، نروح حديقه اندونيادس، نروح الانفوشي، في الاماكن اللي فيها واسع نقدر نلعب راكت. عشاق اللعبه ظلوا يحلمون باقامه ملعب لهم لتاخذ هذه الرياضه طابعا رسميا، فكان قرار مسؤول الإسكندرية بتخصيص أول ملعب للراكت على رمال البحر الأبيض المتوسط. أي مكان بتنزله في إسكندرية يكتب لك ممنوع لعبة الكرة، ممنوع لعب الراكت، عشان الكرة بتيجي في الناس وهم مش عايزين أي أذية للناس، فإحنا برضو حبينا إن إحنا ناخد الموضوع بشكل رسمي أكتر، إن إحنا نقدر نعمل ملعب بقوانين معينة، وفكرنا ودورنا لحد ما وصلنا لملعب الطاحونة. أول ملعب رسمي وافتتح رسمي، جه كان ليه شريط وافتتح رسمي، وزي ما انت شايف حضرتك متصور بعيد عن الناس المصطفين ان هم يتأذوا من اي كره تيجي فيهم او علاء، ده ملعب محدد وعاملين له شبك عشان الكور ما تصيبش اي حد. ويستمر حلم اللاعبين بالتواجد على خريطه اللعبه على المستوى الدولي، وهو ما يدفعهم للمطالبه بالانضمام تحت مظله اي اتحاد مضرب. جات لنا دعوة في اليونان من اليونانيين هناك ان احنا نروح نمثل مصر هناك في الدورة دي. فريق الحمد لله، فريق المحترفين ده مكون من 6 أشخاص، يعني من 6 لعيبة، الحمد لله حققنا مشاهدات وحققنا انتشار على مستوى العالم بالماتشات بتاعتنا، حققت 5 مليون و3 مليون، وماتشات حققت 6 مليون، فالحمد لله كنا معروفين او لغايه دلوقتي معروفين على مستوى العالم. بعت لنا دعوه ان احنا نيجي نروح نلعب البطوله هناك، بس للاسف اللعبه في مصر كانت محتاجه ان هي تبقى تحت مظله اي اتحاد مضرب، تمام، سواء راكت سواء اي اتحاد اخر، بحيث ان احنا نقدر نسافر تحت قوه الاتحاد ده.
للاسف ده ما حصلش، وساعتها رحت وزاره الشباب والرياضه في القاهره اياميها في 2018، حاولت اخرج تصريح ان احنا نسافر، بس طبعا الموضوع ما نفعش وللاسف ضاعت علينا الفرصه دي. ويوما بعد اخر يزداد جمهور اللعبه الذين اصبحوا بالملايين، لعبه تريح من ضغوط ومتاعب الحياه وتجعل الذهن صافياً.